بزره كل اربع سنين ومنتابعه بشغف. الا هالمره كان في قلبنا غصه كثير كبيره نحن السوريين. نحن بنعتبر انه الرياضه اخلاق وروسيا يلي اقيمت على ارضها هي ابعد ما تكون عن اخلاق. بنحب الرياضه وبنحب الفن وبنحب كل شيء بيمثل الحياه بصله، لان نحن بنحب الرياضه وبنعتبرها انه بتقرب الشعوب على بعضها وبتزيل الحواجز بين الشعوب. نحن وجهنا رسالتنا للعالم كله.